هناك عدة سيناريوهات محمد قد تلجأ إليها إسرائيل، وأهمها من ناحية التكتيك العسكري التي ستتعامل معه إسرائيل، وهو من ناحية التكتيك العسكري الذي تحدثت عنه. نعم. هو عنصر المفاجأة من حيث التوقيت ومن حيث الهدف أيضا. أخبرينا كيف؟ هناك عدة سيناريوهات قد تلجأ إليها إسرائيل للرد، منها ربما تلجأ للرد بالمثل، أي مسيرات بمسيرات، وبالمناسبة تكون هناك أفضلية للمسيرات الإسرائيلية بالوصول إلى العمق الإيراني، لكن بشرط موافقة أمريكا. أما ثانيا فربما تشن إسرائيل هجمات بصواريخ بعيدة المدى تطلق من طائرات تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط بعيداً عن أجواء سوريا ولبنان، ما يسمح بالحفاظ على عنصر المفاجأة كما ذكرنا. لكن هذا الخيار ليس سهلاً نظراً للتكلفة. سيناريو آخر على الطاولة الإسرائيلية أيضاً، استهداف قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني عبر شبكة عملاء من الموساد في الداخل الإيراني. هذا سيناريو تقليدي من حيث الشكل، لكن ربما تكون المفاجأة بالأسماء. أيضاً أحد السيناريوهات استخدام إسرائيل لهجمات سبرانية في إيران لتعطيل دفاعاتها قبل هجوم جوي متوقع وتحقيق مفاجأة تكتيكية بإغراق إيران في الظلام. أما منشآت إيران النووية فهي في دائرة الاستهداف أيضاً، فبالرغم من أنها محمية إلا أن مواقعها معروفة بدقة وقد تستهدفها إسرائيل في حال تصاعد التوتر. إذن محمد، هذه كانت سيناريوهات محتملة قد تلجأ إليها إسرائيل في حال قررت فعلا المواجهة بالرد.